الناس هدانا الله إياه يأتي إلى الإمام أو إلى الشيخ يقول أنا مريض تعبان أريد أن تدعو لي منكما سنكم دع الله ما أحبون ننجل المبحان فلو أكون قد تقن إمام ربقات ريقان نيدك نام نقنم كوم قد سنصم بي وقد نم بيعوي جوي سم دعا أكون لماذا أنت لا تدعو الله سبحانه وتعالى؟ هذا وين بنتجر من صمبي الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء حتى لو دعا لك الشيخ دعا لك الإمام لا يستجاب، لابد أن تفتش عن هذا المانع. بس بنتجر من كهام قط أم بيكا صم دعاء دع الله سبحانه وتعالى جن ترتاع جمله روناي تو جن ترى إمام كان فداي. لا تفتقر إلا إلى الله لا تطلب إلا من الله جيرمان آج سمبانتي لوطراتا جيرم سمبي الله